كان أول جسر معلق خال من الدعائم يقام في ليبيا على وادي من أجمل الوديان في الجبل الأخضر، كما كان الأول من نوعه من حيث تصميمه الذي تضمن عمودين بارتفاع 150 مترا مقامين على الوادي وبطول يبلغ 282 مترا. ورغم جمالية الجسر وإبداع معماره، إلا أن ملف صيانته يطفو على السطح من حين لآخر، لا سيما عقب الحديث عن وجود تشققات خطيرة قد تسبب لاحقا في إغلاقه، خصوصا أن آخر صيانة أجريت له كانت في عام 2004. السلطات المحلية بمدينة البيضاء بدأت خطواتها بفحص الجسر انطلاقا من تقارير وحدة الطرق بمكتب المشروعات التي أكدت أن صلاحية الجسر محدودة، موصية بوجوب تخفيف الأثقال عن الجسر وتغيير مسارات سيارات النقل الثقيلة وإبقاء أماكن التمركزات الأمنية بعيدا عنه للحفاظ على سلامة المواطنين.